إذا هناك الاستعداد بهذه اللحظات المتميزة، ولكن نتابع الأخوة الذين يشاركون بهذه الرياضة، مروان بعبد الرحمن بن محمد الذي شاركنا بهذه اللحظات، ونتمنى له التوفيق. محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري كذلك، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول الذي حمل بعنوان هذه التحديات. نسير مع بداية هذا الشوط، نتعرف إلى هذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله، أسماء عديدة تشارك، أشعارات جميلة. الله، بعود إلى الصدارة، بعود إلى البداية. بسير مع الأول، أتابع من يحمل رقم 5، من تحمل هذا الشعار، أو هناك حاملة رقم 3. إذا نعود إلى المركز الأول، نتابع الصدارة والانطلاق الأول. محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري من يتولى الانطلاق الأول. أما المركز الثاني، الغدوم، يا سلام، جمع بن خاطر الجنيبي قادم على المركز الثاني. أما المركز الثالث، الله 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 الله، حامل رقم 9، حاملة رقم 9 تتسلل إلى هذا المسار الجميل. الله عليك يا سيف يا بن حمد يا الشامسي الذي انطلق إلى المسار الثالث، ولكن وين الأول؟ وين الإنجاز؟ الله، هنيالك هنيالك. هناك من ينتظر الفائز، هناك السيارة المقدمة من سيدي سمو الشيخ سلطان. هنيالك، ستصافح هذه الهدايا الكريمة. الله الله الله، العودة إلى البداية. راغب الصدارة، راغب الصدارة، شخصية اسمها شخصية، وبالفعل انها على الانتصار الاول. الله، اذا بنقول هناك محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري، ولكن دير بالك، دير بالك يا الظاهري، دير بالك إذا نتابع المركز الثاني. محمد بن شفيع ابن محمد بن إبراهيم على المسار الثاني. الله يا المسار الثالث، الله يا المسار الثالث، سيف بن حمد بن خلفان الشامسي، ولكن الصدارة منذ بداية هذا الشوط. السيطرة واضحة، السيطرة جميلة. دير بالك، دير بالك، دير بالك يا أبو سعيد يا أخوي، دير بالك، السيارة تنتظر، السيارة تنتظر الفائز الأول. تكفوا مع الإنجاز على المحافظة هذه المتابعة، ولكن المركز الثاني يحمل رقم 7 بالمتابعة، جمع بخاطر بن فايل الجنيبي. وصل الجنيبي، وصل، دير بالك دير بالك دير بالك يا الظهري، دير بالك، ولكن الظهري خلاص ظهر بالإنجاز، ظهر بالسيارة. أوبو، يا سلام يا سلام يا سلام، اقتربنا من خط نهاية. الله عليك، شكرا للمتابعة، شكرا يا أبو سعيد. محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري، تهانينا. إذا بنقول تهانينا وناموس بالمركز الأول على ما أعتقد حاملة رقم 8 بالمركز الأول، تهاني لعامر بن محمد بن هاشل المنصوري الذي سجل هذا الإبداع الكبير في اللحظات الأخيرة، تعرفنا عليه بالفعل وحصد الإنجاز الجميل، تهانينا. أما المركز الثاني كانت تهانينا وناموس لجمعة بخاطر الجنيبي، والمركز الثالث إذا تهانينا والناموس الذي حصل على المركز الثالث، التهاني والناموس لسيف بن حمد بن خلفان بن سيف الشامسي الذي كان هو المتابع للمركز الثالث.